أنت قلت هذا الموضوع انغلق موضوع العشرة تريليون. نعم. وهناك من يثير المشاكل، طيب هذه المشاكل منو دا يثيرها ولمصلحة من ومن جاء تثار؟ يعني خلينا نتحدث بكل صراحة، اليوم هناك جهات تحاول أن تفشل عمل الحكومة. سمي لي اياها. لا ما من نستطيع اليوم، اليوم هناك تناحر. لمح لي عليها. اليوم أنا ما أعرف من اليوم يعني من مصلحة استهداف حكومة السيد محمد الشيع السوداني والكل مشترك في حكومة يعني السيد. يعني جهات اليوم جهات تدعم الفساد وترعى الفساد، تريد أن يكون الوضع ضبابي وغير واضح والحكومة لا تعمل بحيث تثير. يعني على سبيل المثال هناك محافظات محافظين لم يستطيعوا صرف المبالغ المخصصة لهم لإكمال المشاريع، ويطالبون بهذه الموازنة أن تكون لهم زيادة في التخصيصات المالية. السيد السوداني، حكومة السيد السوداني ووزارة المالية وقفت أنه كجزء تشجيعي المحافظات اللي ما صرفت تخصيصاتها ما زيدت لها التخصيصات المالية، فالمحافظين تابعين لكتل سياسية يحاولون بعض المحافظين إثارة زوبعة أو إثارة مشاكل بحيث يغطي يعني اليوم على فشل المشاريع. اليوم مشكلتنا بين الحكومة وبين الفساد. الحكومة اللي تحارب الفساد، أي حكومة اليوم أو أي شخصية سواء كان في مجلس النواب أو في رئاسة الوزراء أو في أي مكان يحارب الفساد تثار عليه دائما زوابع وذباب الكتروني.